السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج محور نقاش على قناة الصحة والجمال. كل عام وجميع المصريين بخير، كل عام ومصر كلها بخير بثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التي كانت تصحيح مسار لمصر كلها، تصحيح مسار للمصريين كلهم، الثورة اللي قام بها أبنائها أبناء مصر لرفع هيبة مصر، لاسترجاع هيبة مصر وقوة مصر واسترداد حقوق مصر، الثورة اللي قام بها الشعب المصري، ثورة كانت من شعب وقيادات وجيش وقفوا مصر على رجليها تاني. كل عام وحضراتكم بخير، الثورة اللي رجعت لمصر كنوزها، اللي رجعت لمصر هيبتها، ثورة 30 من يونيو كانت تصحيح مسار للمصريين، كانت تصحيح مسار لمصر، حققت مصر ووقفت مصر على رجليها تاني أمام الدول، مصر التي ذكرت في القرآن، مصر أم الدنيا وحتفضل قد الدنيا. مصر بعد ثورة 30 يونيو ابتدت تدخل في مشاريع كبيرة جدا، ابتدت تحافظ على كنوزها، ابتدت تحافظ على كل محتويات ومدخرات البلد، ابتدت تسعى ان هي تساعد في رفع الاقتصاد القومي لأبنائها، تحقق ليهم أحلامهم من خلال ثورة 30 يونيو. كل ده كان بيتم من خلال قائد وشعب اتلفوا حوالين بعض ومسكوا ايديهم في ايدين بعض عشان توصل مصر اللي هي فيه دلوقتي. مصر وصلت اللي هي فيه ده بشعبها وبقيادتها، وان شاء الله مصر هتكون قد الدنيا. من ضمن الحاجات اللي مصر بتحافظ عليها كنوزها، كنوز مصر الكبيره قوي والقديمه قوي والقيمه قوي، ومن ضمن الحاجات اللي بتحافظ عليها مصر هي اثارها، لان هي كنوزها فأثارها القديمة القبطية والإسلامية واليهودية والفرعونية، مصر قدرت بقيادتها وشعبها تحافظ على تلك الآثار. النهاردة في حلقتنا أعزائي المشاهدين بيشرفني يكون معايا دكتور أحمد بدران، أستاذ علم الآثار في كلية الآثار جامعة القاهرة، والأستاذ محمد أحمد أبو هشام المحامي بالنقد. أهلا بيكم يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة وحضراتكم بخير وبنهنيكم بثورة يونيو المجيدة إن شاء الله. وحبدأ بدكتور أحمد وأقول لحضرتك، مصر مليئة بالكنوز، مصر بتحتوي على تلتين آثار العالم. بما أن حضرتك دكتور آثار بقى هتكلمني عن آثار مصر، آثار مصر اللي بتحتوي على كنوز بنقول عليها، إذا كانت كنوز فرعونية قبطية إسلامية، هذه الكنوز مصر إزاي في ظل من بعد ثورة 30 يونيو إزاي ابتدت الدولة تساهم في الحفاظ على آثار مصر وكنوزها. جميل، حضرتك بدأت بداية قوية جدا بالنسبة لآثار مصر والملف الآثار في السبع سنوات الأخيرة اللي شاهدتها من تطورات. يعني مصر زي ما احنا عارفين وكل الشعب المصري عارف وكل عالم يعلم ان مصر اكثر دول العالم ثراء بالاثار، وزي ما حضرتك ذكرت ربما يكون احنا بنضرب على سبيل المثال نقول مصر فيها تلتين اثار عالم بل يزيد. كمان مصر بتتميز بالتنوع في الاثار زي ما حضرتك ذكرت، يعني الارض الوحيده اللي مر عليها حقب تاريخيه وحضاريه متنوعه، وكل حقبه تركت شواهد اثريه على الارض المصريه، يعني عندنا اثار بترجع لعصور ما قبل التاريخ وما قبل العصور الحجريه، وده موجود على الارض المصريه، ثم العصور الفرعونيه او مصر القديم، ثم العصر اليوناني الروماني وعندنا اثار من الفتره دي، ثم العصر البيزنطي، ثم الفتره دي دخلت فيها المسيحيه وعندنا اثار من الفتره دي، وكمان عندنا اثار يهوديه على الارض المصريه برضه فتره من فترات الامارات مصر، والعصر الاسلامي وعندنا اروع الاثار الاسلاميه من مساجد واسبله وكتاتيب ومستشفيات وغيرها، كل ده موجود عندنا، والقاهره التاريخيه خير شاهد على هذا الموضوع. وعندنا كمان اثار العصر الحديث اللي هي اسره محمد علي باثارها الرائعه من حلي ومجوهرات وتحف لا تقدر بثمن. فاذا مصر فعلا دوله متنوعه جدا، دوله ثريه جدا بالاثار بتاعتها، وشفنا بقى اهتمام الدولة والقيادة السياسية والحكومة المصرية بمستوياتها المختلفة، ووزارة السياحة والآثار ووزارة الاستثمار ومجلس الوزراء والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي أولوا ملف الآثار أهمية كبيرة جدا. أنا بس هقول للسادة المشاهدين على سبيل المثال إن القيادة السياسية والحكومة المصرية خصصت لملف الآثار مليار و250 مليون جنيه في الفترة الأخيرة السبع سنوات الأخيرة، دي ميزانية كبيرة جدا كبيرة جدا. وشفنا كم افتتاحات لمتاحف دخلت الخدمة، يعني هضرب على سبيل المثال برضو متاحف كانت متوقفة بها 30 سنة زي متحف سوهاج القومي الموجود في، مش بس ده في القاهرة، في الصعيد في المحافظات، في الصعيد سوهاج على النيل،
مبنى موجود لكن متوقف العمل في المتحف دوت لمده 30 سنه. جه السيد الرئيس وحرك الملف دوت وشال كل العوائق والصعوبات في الموضوع دوت، وتوفرت الناحيه الماديه وتم افتتاح متحف على اعلى مستوى بيعرض الاثار المصريه، باصبح مزار واصبح محطه للسياحه في سوهاج، متحف سوهاج القومي. ثم بعد ذلك عندنا متاحف اخرى دخلت الخدمه برضه، على سبيل المثال متحف الغردقه. والمتحف دوت بيتميز ان هو اول دخول للقطاع الخاص في مجال الاثار والسياحه، لان المتحف بالكامل تم تنفيذه عن طريق مستثمرين القطاع الخاص باشراف وزاره السياحه والاثار، وده توجه طيب جدا. دلوقتي مش الدوله بتعمل كل حاجه، ده كمان القطاع الخاص يخش في المجال دوت يعمل متاحف ويشارك في عرض الاثار المصريه باشراف وزاره الاثار، و يتم تسديد المستحقات على فترات زي ما هو متاح في اي مشروع اقتصادي يتم في بلد. طيب دكتور احمد، نعم. هقطعك بس وعايز اسالك، نعم. سؤال، ليه الغرب وليه العالم كله، نعم. مفتون بالاثار المصريه؟ ايه الميزه اللي يخلي الاثار المصريه، يعني ما بنشوفش مثلا انجلترا، نعم. حد بياخد من الاثار بتاعه انجلترا ويحاول يهربها، فرنسا ما فيش، الا الاثار المصريه في شغف للعالم كله ان الاثار المصريه ليها قيمه معينه عند الغرب عموما، دي الحكمة صحيح. يعني ده صحيح، انا متفق معاك تماما في الاطروحه دي، يعني ان فعلا الاثار المصريه بتلقى قبول كبير جدا عند كل دول العالم وعند العالم وشعوب العالم كلها، وفي شغف كبير جدا ومتابعه حسيسه لكل ما هو اثر مصر القديم. السبب السر في كده، انا عاوز السر كده بيرجع للحضاره المصريه نفسها، الحضاره المصريه القديمه العريقه العظيمه. ليه؟ الحضاره المصريه اهتمت بكل ما يخص الانسان. يعني مصر القديمه على سبيل المثال، أول من بنى وشيد وعمر، أول من اخترع البناء بالحجر، والبدايات الأولى بترجع لأقدم مبنى في تاريخ البشر موجود عندنا، هرم الملك زوسر موجود في سقارة، المسجل على قيمة التراث العالمي كواحد من الأماكن المسجلة والمواقع المسجلة على قيمة التراث العالمي لأهميته. المصري القديم أول من عالج الأبدان واخترع الطب والصيدلة والعلاجات، أول من حنط الأجساد وحافظ عليها، المصري القديم أول من رصد النجوم في السماء سواء ثابتة أو متحركة ويعمل الفلك، توصل الفلك وقسم السنة لفصول وشهور وأسابيع وأيام، بل لساعات وكمان لثواني ودقائق. مين في حضارة قدمت كده؟ يعني التقويم نفسه اخترع مصر القديم، اللي احنا لسه لحد دلوقتي ماشيين على نفس التقويم القديم، لكن بعد دخول بعض التطورات سواء اليولياني أو الجريجوري، اللي بعض التطورات دخلت على التقويم نفسه، لكن الأصل فيه مصر القديم. المصر القديم هو اللي يعني أبدع فكرة اللغه نفسها، يعني احنا ادينا العالم كله ده اللغه بتاعته، يعني كل اللغات طلع من مصر. ده حقيقي. انا هقول حاجه ثاني، حاجه بسيطه طبعا. لفتره قريبه كان يتقال ان الفينيقيه، ودي من اللغات القديمه، هي اصل اللغات، هي الفينيقيه طلع منها اللاتينيه ثم الانجليزي والفرنساوي وكل اللغات الحديثه. لكن في الواقع الدراسات الحديثه واللي قام بها علماء اجانب منهم امريكان ومصريين وغيرهم، اتضح ان في عندنا في منطقه جنوب سيناء في وادي المغاره في حاجه اسمها النقوش السينائيه، ودي النقوش اللي سجلها مجموعه من العمال كانوا بيشتغلوا في المحاجر والمناجم. سيناء كانت هنا محجر ومنجم للفيروز وللاحجار المختلفه، كان بيتم احضارها من هناك. العمال دول كانوا بيشتغلوا في المنطقه دي ويسجلوا علامات خدوها من اللغه المصريه القديمه اللي هو الخط الهيروغليفي، طوروا منها وطلع منها بعد كده السموديه والاراميه والنبطيه، ثم جت بعد كده الفينيقيه، ثم الفينيقيه جت اللاتينيه واللغات الحديثه. اذا مصدر مصر. اللغة هو المصري القديم، مصر هو ده سر اهتمام العالم كله كده. والدولة الوحيدة اللي لها علم بيحمل اسمها هي مصر، ايجيبتولوجي، علم المصريات باسم. ما في دولة تانية تاخد نفس المسمى ده. مصر أم الدنيا، مصر أم الدنيا، ده حقيقي. هروح لحضرتك أستاذ محمد أحمد، عايزين نقول إن مصر غنية وفيها كنوز كبيرة جدا، والآثار هي شغف لكل الناس أو لبعض الناس عندهم شغف بالآثار المصرية، شغف إن هو ينقب عن الآثار، شغف إن هو يقتني الآثار، شغف إن هو يكون عنده من الآثار المصرية سواء كانت فرعونية، قبطية، يهودية، إسلامية، يكون عنده آثار في بيته، وشغف إن هو ينقب عليها ويحاول يسعى ليها. ولكن الدولة ابتدت تضع قوانين للتنقيب عن الآثار ولمن يأخذ آثار مصرية ليس له الحق فيها. كان زمان الآثار المصرية ممكن تشتري الآثار المصرية وكان ليه في شهادة بتاخد ثق بأن انت هذه الآثار ملكك وممكن بتسافر بيها وتروح بيها، ولكن اتمنع الموضوع ده دلوقتي وبقت الآثار دلوقتي ملكا للدولة. ما عملت الدولة من قوانين وتشريعات للحفاظ على آثارها في التنقيب والبحث؟
اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنهين الشعب المصري ب 30 يونيو زي ما حضرتك قلت، و 30 يونيو يعتبر هي فيصل ما بين القديم والحديث، لان بعد 30 يونيو بدات حاجات كتير تتاسس صح ونعيد المنظومه من صح. تمام، نعيد المنظومه صح ونبني البيت صح. تمام، بالنسبه لسؤال حضرتك، اولا الشغف للاثار، الشغف لاما تنقيب او سرقه او تهريب، وكل ده لاما بينتج عنه تحت مسمى او غايه، في ناس مجنونه بالاثار المصريه وتحب قوي تقتني الاثار المصريه اقتناء، لانهم عارفين قيمه مصر وقيمه اثار مصر، وفي ناس بتسعى الى الربحيه، في ناس بتنقب وناس بتسرق وناس بتهرب. طيب اول قانون الدوله بقى، القوانين اللي ابتدت الدوله تضعها للحد من تهريب الاثار والتنقيب عن الاثار. اول قانون صدر هو 117 لسنه 83، حمايه الاثار، قانون حمايه الاثار. كان في تنظيم لما هو يعتبر اثر، وتنظيم للتنقيب، وتنظيم للاقتناء، وبعض العقوبات هنقول المتوسطه وليس القويه لمن يستولى على اثار الدوله. لكن جاء القانون رقم 91 ل 2018 بعد توصيه شديده اللهجه من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، بوضع قانون يشدد ويعاقب كل من استولى على اثر مصري. طب هتقول لي القانون بعد المداخله اللي معانا ونرجع لحضرتك تاني. معانا دكتور حسام اسماعيل، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم بحضرتك، كل عام حضرتك بخير يا فندم. وانت بالصحه والسلامه، اهلا بيك. حضرتك لو متابعنا من اول الحلقه احنا بنتكلم عن الاثار المصريه وقيمه الاثار المصريه بالنسبه وشغف العالم كله للاثار المصريه. تحدثني حضرتك عن الاثار المصريه وتقول لي كنوزنا المصريه اخبارها ايه؟ والله احنا زي ما سامع من الاستاذ اللي كان بيتكلم على قوانين الاثار اللي صدرت للتنظيم، لان فعلا العالم كله مبهور بحضرتنا المصريه عبر العصور، سواء من ايام ما قبل التاريخ، الفراعنه، اليونان، الرومان، البيزنطيين، المسلمين، حتى العصر الحديث. فالعالم كله مبهور بينا، ازاي احنا عندنا كل الحضاره دي وعندنا اقدم الاثار الباقيه على مدى التاريخ. فكل في شغف باقتنائها، سواء للاغنياء والاثرياء، سواء للمتاحف الرئيسيه. فاحنا دي ثروه احنا بنتمتع بيها. فاللي بيستحلها لنفسه هو بياخد من الشعب نفسه. يعني بياخد الحاجات من حق الشعب نفسه. ايوه، حق واحد. فهم مش فاهمين كده، هم فاهمين كل واحد ان هو ده تحت ارضه او تحت البيت اللي شاريه او تحت كذا يبقى بتاعته. فده ما ينفعش، ما ينفعش. لان ارض مصر كلها استعملت عبر العصور من ما قبل التاريخ الى اليوم. فهنلاقي فيها كل العصور موجوده عندنا تحت الارض. يعني اللي طلع فوق الارض يعني نسبه بسيطه جدا لا تتعدى 20 30% من اللي موجود تحت الارض. وبعدين هم لما بيطلعوا الحاجه بيبيعوها، بيبيع شويه تماثيل، بيبيع قطع حجريه، بيبيع ممكن ما يكونش عارف قيمتها. فبيضيع القيمه. ان احنا لما بنيجي نعمل حفاير علميه بنقرا التاريخ بتاع المنطقه كلها اللي موجود فيها الاثر ده او المقبره دي او المعبد ده، بنعرف تاريخ كله الاسره بتجدد في تاريخ مصر. فهو بيضيع القيمه دي. ايوه فندم. فهو طبعا مش زريان، هو بيهم الفلوس. ايوه فندم. حضرتك تنصح بايه؟ تنصح بايه حضرتك؟ يعني نصيحتك للشعب دلوقتي، انت حضرتك كرجل مسؤول، بتنصح بايه الشعب ان هو يقتني الاثار ازاي؟ يعني انت النهارده عايز تشوف اثارك، روح متحف شوفها، والمتاحف اتفتحت الكبيره عندنا، اتفرج. ايوه عندنا مواقع اثريه ماليه الدنيا. ايوه ايوه. ف
في كل محافظة فيها موقع أثري. فيروح يشوف في المتحف في الموقع الأثري نفسه، يروح يشوف ويستمتع بيها. إنما عشان يستحلها لنفسه، وهي دي ملك الشعب كله مش ملكه هو الشخصي، يعني ملك الدولة. فالدولة دي أنا وأنت طبعا. الدولة مش فلان طبعا. ولا علان طبعا. فهي دي المشكلة، إنك توعي الشعب. فالتوعية دلوقتي مش نافعة بالكلام، فلازم يشدد العقوبات. وفعلا ده اللي تم فعلا، ان في عقوبات رادعه للحد من التنقيب عن الاثار. او لا، ده احنا نشددها لغايه الاعدام. أيوة. لان هم الفلوس بتغري يا استاذ. ايوه يا فندم. ايوه، هو بيقول لك ايه، اقعد لك 10 15 سنه واطلع الاقي كم مليون. ايوه، ما هي دي للاسف بقت العاليه بتاعت دلوقتي. خلاص الوضع اتغير دلوقتي، وان شاء الله في ظل القياده السياسيه وفي ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا ريت ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في قوانين رادعه. يوصي بتشديد العقوبات لحد الاعدام، لان ده ثروه شعب. اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. شكرا لحضرتك دكتور حسام اسماعيل، وان شاء الله تكون معانا قريبا جدا في قناه الصحه والجمال. شكرا لحضرتك يا فندم. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم بعد قليل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبرنامجنا محور نقاش. وكنا قبل الحلقه قبل الفاصل بنتكلم مع الاستاذ محمد احمد ابو هشام، وبنتكلم عن اهم العقوبات التي شرعتها الدوله والقوانين التي صدرت من قبل الهيئه التشريعيه لمجابهه سرقه الاثار وتهريب الاثار. برجع لك استاذ محمد ابو هشام وبسالك بقى، يعني تقول لي العقوبات التي فرضت والعقوبات التي نشأت بقانون من خلال الدولة ومجلس الشعب للحد من سرقة الآثار وتهريب الآثار. أول مبدأ أرساه القانون رقم 91/2018، ألا تسقط دعوى أو جناية أو جنحة سرقة الآثار أو التنقيب أو التهريب بالتقاضي. ده كويس جدا. يعني أول مبدأ أرزاه القانون رقم 91/18، لا تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم. قعدت 10 20 30 سنة هتسافر بره وهتيجي هتروح وهتيجي، هتتسجن. هتتعاقب. حتى لو كان قبل ذلك يسقط بالتقادم، يعامل معاملة الجنحة أو الجناية. سقوطه 3 سنين أو 10 سنين. ده أول مبدأ. العقوبات، عقوبة السجن المؤبد والعقوبه من مليون لعشرة مليون. الغرامه أيوة. من مليون لعشرة مليون كل من هرب او ساعد في التهريب عن طريق مباشر او غير مباشر. العقوبه كانت قبل القانون رقم 91/18 كانت 3 سنين 7 سنين، من 3 لـ7. لكن القانون رقم 91 الغرامه كانت حوالي 500,000. من 5 لـ50. ما كانش 500. لكن قانون 91/2018 زاد بالعقوبه لتصل بالمؤبد وبالغرامه من مليون ل 10 مليون لكل من هرب او ساعد. هنا بقى في نقطه مهمه جدا، كل من ساعد. يعني اللي بيقف مثلا في حفر، لا احنا الحفر احنا بنتكلم، احنا خلينا في التهريب. ساعد بقى في التهريب. التهريب ساعد يعني وصل او كان سبب مباشر في ان الحاجه دي تطلع بره، او جهز اوراق او جهز مكان او هو استخدم وسيله معينه. كل من هرب او ساعد في التهريب. وبس انا من هنا من المنبر ده بنادي ان تكون عقوبه من هرب او ساعد هو الاعدام. لانه مش بيسرق قطع أثرية. ده بيسرق تاريخ، حضارة شعب. ده بيسرق حضارة، حضارة شعب فعلا. وبيحطوها في متاحف وبيقولوا دي اي نعم تنسب إلينا، لكن هم نفسهم في الدول اللي بتتبسط
ان المقتنيات المصريه عندهم او الاثار المصريه عندهم بيفتخروا بالاثر المصري. هو بيساعد لاما دوله معينه تاخد الاثر المصري او اصحاب الشغف الشغف بالاثار هم اللي يستولوا عليه. يبقى هنقول العقوبه الحاليه المؤبد وغرامه من مليون ل 10 مليون كل من هرب. دي اول حاجه اسمها التهريب. تهريب تمام. العقوبه الثانيه او الجريمه الثانيه كل من سرق سواء كان سرقه من متحف او مكان مجهز او من مقبره تم حفرها بواسطه الدوله او من مكان مخازن زي ما كان حصل قبل سابق ايوه عقوبته كذلك مؤبد وغرامه من مليون لخمسه. دي العقوبه الحاليه اللي هي كل من سرق، وبالتالي الشريك يعامل معامله الفاعل الاصل. العقوبه الثالثه هي الحفر خلسة وليس تنقيب زي ما الدكتور بيقول. ما فيش حاجه اسمها تنقيب من مواطن. صحيح. تنقيب ده خاص من دولة. ايوه صح. انما اسمه حفر خلسة. وليتهم يعلمون كلمه خلسة. اللي بيحفر في بيته، اللي بيحفر في عمل سداب وبيحفر منه. صحيح. خلسة. أيوه. خلسة. ايوه. عقوبته كذلك تصل الى السجن المشدد. السجن المشدد. وغرامه تصل مليون جنيه. لكن في معلومه هنقولها. اتفضل. الا يعلم المشاهدين ان عقوبه هنقول ايه؟ الحفر خلسه قد تصل الى الاعدام حاليا. تصل الى الاعدام. تصل الى الاعدام. اذا تسبب الحفر عن وفاه شخص. طبعا. اذا تسبب الحفر عن وفاه شخص. سمعنا قبل كده عن الهوس ان بيجيب واحد يذبحه لازم يتدمي على المقبره ولازم يعمل ويجيب بنت كذا ويجي يعمل كذا والهوس اللي بيحصل. طيب انا هاخد من كلمه حضرتك وهروح للدكتور بدران. نعم. واقول لحضرتك الاستاذ ابو هشام اتكلم في حته الهوس في انه يقتل حد والمقبره دي مش هتتفتح الا بروح حد او في زئبق احمر او كل الحاجات دي. حضرتك دكتور في كليه الاثار. نعم. الفكره دي اللي مسيطره على غالبيه الناس ان هو الجن. نعم. العفاريت، المقبره دي مش هتتفتح الا بتسخير الجن والعفاريت، وبنسمع وبنشوف الكلام ده كله. صحيح. حضرتك كدكتور في كليه الاثار رايك العلمي في هذه المقوله ايه؟ صحيح. اسمح لي بس ان انا احيي الاستاذ محمد ابو احمد على انه فتح المحور دوت، وبحيي حضرتك على الحلقه دي بالتوقيت دوت انها جت في وقت مناسب جدا. هي الهوس اللي موجود عند الناس بصفه عامه وفي الفكر الجمعي الشعبي عند الناس فكره الثراء السريع. ويمكن لضعف العقوبات قبل كده ده كان بيغري الناس ان كل واحد يحفر في سواء في منزله في بيته في ارضه في منطقه مجاوره لتل اسري الموقع اسري وهكذا. الحاجة التانية كمان اللي عملت هوس عند الناس الجماعة اللي هم الدجالين والمشعوذين اللي بيقول لك أنا بسخر الجن في الوصول للآثار، وده ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق. الحفاير والتنقيب هي حفاير علمية وتنقيب علمي له مدارس وله أسس وله مبادئ وله علم بندرسه لطلابنا في كلية الآثار جامعة القاهرة وفي الكليات الأخرى. خطوات محددة وبنشتغل عليها وبمنهج علمي عشان نقدر نصل للأثر ونحافظ عليه، وليس الحفر بليل أو حفر خلسة يسرق الأثر. وبالتالي بقى يبدأ يستغل الشخص دوت، أنت عندك أثر هنا وعندك أمانة وعندك كنز، ولازم بقى زي ما أشار الأستاذ محمد برضو نجيب طفل نذبح طفل قد أزهق روح بريئة بسبب خزعبلات موجودة في فكر الناس دي، وهو عاوز بقى يهيئ له الجو دوت. واول واحد بيفر من المكان هو المشعوذ او الدجال اللي بيقول لك انا بسخر الجن، وهو لو بسخر الجن كان نفع نفسه قبل ما ينفع الاخرين. لكن هو بيعزف على الوتر دوت عند الناس وفكره حلم بيوهمهم، هو وهم مش اكتر من كده. الاثار لا توجد في اي مكان بمعنى صح، ان انا في اي حته فاحفر في منزلي احفر في محلي احفر هلاقي اثار اطلاقا. الاثار لها اماكن محدده ومواقع، وعندنا في وزاره الاثار وزاره السياحه والاثار اداره الاملاك والخرائط محدد المواقع والتلال الاثريه المسجله والخاضعه للاثار والخاضعه لقوانين الاثار معروفه.
تمام. إذن اللي ترويج فكرة إن الآثار موجودة في أي مكان وإن أي حد يحفر عليها دوت ده نوع فكرة من النصب والدجل. النصب والدجل وزي تمام. زيها بالظبط زي فكرة الزبق الأحمر. الزبق الأحمر المصر القديم والحضارة المصرية بريئة منه على الإطلاق، لا يعرف لم تعرف الحضارة المصرية القديمة فكرة الزبق الأحمر، لكن ده هم الدجالين اللي طلعوا الفكرة، هم اللي اخترعوا الاسم وهم اللي شعوذوا الناس وخلى الناس والتربح بطريقة غير قانونية يعني الاستغلال بقى إقبال الناس وهوس الناس بفكرة الآثار والحفر على الآثار وحلم الثراء السريع اللي بيسيطر على كل طيب. الناس إذا ما فيش حاجة اسمها زبق احمر ولا الكلام ده كله ولا جن ولا عفاريت، بس عشان نوجه رسالة للجن ولا عفاريت ولا اي كائن يكون يقدر يشتغل في الاثار او ينقب او يحفر على الاثار بفكره الجن والعفاريت، ولا في الحضاره المصريه لم تعرف على الاطلاق فكره الزبق الاحمر، ويمكن دي ظهرت لما كان تابوت عثر عليه فبصير كان بقايا مواد التحنيط وهي باللون الاحمر وحفظت في ازازه كده اتقال عليها زبق احمر. وعشان كده هاخد المداخله ونرجع لحضرتك دكتور عزام احمد سلامه، اتفضل يا دكتور. دكتور عزام اولا السلام عليكم، احب ارحب باساتذه الافاضل المتواجدين مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا فهم اكيد لديهم كثير من المعلومات اللي هي طبعا تسري الحلقه وتكون باذن الله خير دليل يعني وارشاد لزياده الوعي الاثري بالنسبه للمصريين ولترويج لاثار مصر طبعا اللي احنا بنبذل كثير من الجهد للحفاظ عليها من خلال ترميم ومن خلال الاكتشافات الاثريه. دكتور عزام عايز لحضرتك التوثيق في الاثار دوره ايه ومهمته ايه؟ التوثيق للاثر والله التوثيق الاثر ده مهم جدا لان هو يعتبر بمثابه شهاده ميلاد حقيقيه للاثر من اجل الحفاظ عليه. يعني احنا اما بنتعامل في الاثار المصريه، انا مثلا خريج كليه الاثار جامعه القاهره طبعا ولي الشرف ان انا اكون من تلقيت العلم على ايدي اساتذه كبار في كليه الاثار جامعه القاهره، وطبعا عرفونا ان احنا ازاي نحافظ على الاثر، علمونا ازاي نقرا هيروغليفي، علمونا ازاي ان احنا في الحساير، احنا في الحساير اما بنشوف واحنا شغالين في الحساير مع العمال في الحراره والشمس والبرد احنا بنحافظ على الاثر باكبر قدر ممكن، اما بيطلع الاثر من الارض كان واحد منتظر ولاده لابنه فهو يحتضنه احتضان كامل للحفاظ عليه، وازاي ان هو بيحاول يهيئ له بيئه جميله جدا، بيئه كانت مناسبه لبيئه اللي هو كان البيئه بتاعته اللي كان متواجد فيها، وان هو بيرعاه بكثير من الترميم والوعي والتقدير علشان يكون خير السفير لمصر سواء في الداخل من خلال ان احنا بنعرضه في المتحف او ان هو في ميادين زي طبعا المثال اللي كانت الموجوده حاليا، او ان هو بيكون خير السفير لمصر في الخارج في ان هو يعرض في المعارض للترويج عن الاثار المصريه. اما بالنسبه لتوثيق الاثر فتوثيق الاثر ليه دور مهم جدا ان احنا بنعمل له شهاده ميلاد للاثر، ان احنا بنوصف الاثر بنسجله بنكتب كل حاجه عنه علشان يكون يعتبر حيازه حقيقيه لمصر، لان في كثير من الاثار بيتم مثلا الحفر خلسه وخلافه زي ما سمعت مثلا من اساتذه المتواجدين مع حضرتك ان بيكون في مثلا حفر خلسه، يكون في انواع كثيره جدا يعني الاشياء المشتبه فيها، وبكون احنا لما بنيجي نطالب مصر بتطالب بيها من خلال الاثار المسترده اللي طبعا اداره الاثار المسترده المتواجده في المجلس الاعلى للاثار بيتقال طيب بعض الدول او بعض الاماكن يقولوا طب ايه شهاده الميلاد؟ ايه الدليل؟ ايه المستند؟ ايه؟ فاحنا لما كل اثر بيطلع من الحساير لابد من تسجيله، حتى جدران المقابر لابد ايضا من تسجيل المقبره ومعرفه مكونه من كم غرفه، المناظر المتواجده على الجانب ده ايه؟ المناظر المتواجده على الجانب ده ايه؟ فتوثيق الاثر يعتبر بمثابه شهاده رسميه، بمثابه شهاده رسميه شهاده ميلاد حقيقيه للحفاظ على الاثر، وكل ده بيحفظ في سجلات من اجل ان احنا يكون لدينا مستند حقيقي معبر عن املاك الدوله المصريه. تمام. دكتور عزام انا بشكر حضرتك وان شاء الله تكون على امل وعد تكون معانا ان شاء الله في برنامجنا محور نقاش في قناه الصحه والجمال لتدلي بدلوك وتوثق لنا شهادات ميلاد الاثار التي تستكشف في المقابر المصريه. شكرا لحضرتك دكتور عزام احمد سلام. هروح لحضرتك يا دكتور وهروح لحضرتك يا استاذ هشام، واخدت من كلام الدكتور هو عند استخراج الاثر هو بيوفر له البيئه التي كان فيها الاثر، يعني مع مرور الزمن، يعني برضو حته جميله جدا هو قالها
الأثر ده من 3000 سنة أو من 4000 سنة وتم اكتشافه الآن. كيف تحافظ على هذا الأثر بأن أنت توفر له البيئة المحيطة به بقى من خلال الجو، المعاملة، البيئة اللي حواليه، بتعملوا إيه بقى كدكاترة أثار ومكتشف الأثر؟ ده سؤال مهم جدا، كيفية التعامل مع الأثر عند مراحل الكشف المختلفة. يعني أنا بتكلم من واقع خبرتي، لأن أنا عضو في بعثة حفائر كلية الآثار جامعة القاهرة العاملة في تونة الجبل في المنيا في مصر الوسطى. وفي 2017 عملنا كشف كبير جدا وموجود للعالم كله، كان مؤتمر عالمي حضر وزير السياحة والآثار وسفراء الدول الأجنبية ومحافظين ورؤساء الجامعات، وكان ضجة كبيرة إن احنا طلعنا الجبانة الخاصة بالكهنة بتوع المعبود جحوتي، وده كان رب العلم والثقافة ورمز جامعة القاهرة حتى الآن في منطقة تونة الجبل. فكرة بقى أنا لما بشتغل حفائر بطريقة علمية بطبق الخطوات العلمية المختلفة، سواء بقى اشتغل بأجهزة مساعدة، أجهزة حديثة الجي بي آر والجي بي إس والإلكترومجناتيك وغيرها، بحدد الموقع الأثري والمكان الأثري والطبقات الموجودة. وعلم الحفائر بيقوم يا أستاذ هاني على العمل بنظام الطبقات الليرز، لأن الطبقات دي هي تراكمات حضارية لفترات تاريخية مختلفة. عشان كده أنا بطلع كل طبقة بطلع منها معلومة، لكن الحفر خلصها إنه بينزل عمودي على مكان ده بيدمر موقع تماما، بيخرب، لأنه هو بينبش بحثا عن كنوز. أنا بدورش على كنوز، أنا بدور على حضارة. العالم كله ممكن تحفر في الأرض تطلع بترول تطلع مية، إحنا بنحفر في مصر بنطلع حضارة. في الأرض المصرية كل شبر في الأرض المصرية إلى أن يصبح عكس ذلك حضارة، بنطلع حضارة وثقافة أبهرت العالم كله واعترف بها العالم، لدرجة العالم دلوقتي بيتكلم لك مصر حيث تبدأ كل أشياء. كل حاجة جت من هنا، البداية هنا. اللغة جت من هنا، الطب، الصيدلة، الفلك، العلوم، الثقافة، الحضارة، السلوكيات، الآداب، الأخلاق، الرياضة. جبل الأوليمب والدورات الأولمبية هي منشأ الرياضة البدنية. بالعكس احنا عندنا في بني حسن في المنيا برضو أقدم تصوير بالمنظر اللي هو النقوش الملونة والنصوص لجميع الألعاب، مصارعة، ملاكمة، اختراق الضحية، سلاح الشيش، المبارزة، كل ده موجود بحركاته مختلفة على مقابر بني حسن في المنيا. فاحنا لما بنطلع الأثر زي ما بنقول كده، زي ما حضرتك برضه ذكرت، بنهيئ البيئة المحيطة بيه. طبيعة الأثر دي، هل هو أثر عضوي؟ هل هو مادة غير عضوية؟ هل هي أحجار؟ هل هي أخشاب؟ هل هي مومياوات؟ مقتنيات ذهبية؟ أيوة. هل هي زجاج؟ هل هي معادن؟ هل هي حلي ومجوهرات؟ هل هي برديات؟ وهي مواد عضوية ليها طريقة في التعامل معها، وفي حاجة اسمها الفيرست ايد او الاسعافات الاوليه. البعثه يا استاذ هاني بيكون فيها عدد كبير جدا اثريين ومرممين، دول عنصر اساسي، وفنيين وعمال ورؤساء عمال ومصورين وموثقين ومسجلين. بصور كل خطوه، ده اسمه التوثيق اللي ذكره الاستاذ عزام. فعلا بعمل شهاده ميلاد جديده لاثر طالع جديد، زي طفل بيتولد لاول مره بيخش بقى في السجل ده، الداتا بتاعته، قاعده المعلومات الثابته، تحركاته بعد كده موجوده مع الشات المادي موجوده معاه في اي مكان. عشان كده لو فقد لا قدر الله في ظرف ما، في اي ظرف لاضطرابات سياسيه او غيرها، اقدر اطالب بيه وعندي الاساس، وعندي حتى لو تم تهريبه، حتى طبعا وكل المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدوليه، من ضمنها كمان اتفاقيه اليونسكو 1970 اللي هي بتنص على حظر نقل وتصدير الاثار والممتلكات التراثيه والثقافيه الا خارج البلدان. تمام، وتاكد على كده. فعشان كده التوثيق والتعامل مع الاثر بيكون ليه مراحل وليه طريقه وليه متخصصين عشان نحافظ عليه ونقدمه في ابهى صوره، سواء يعرض في المتاحف ويكون اضافه جديده لعلم المصريات والحضاره المصريه القديمه اللي هي الزاهره. يعني هروح للاستاذ محمد احمد ابو هشام وهقول لحضرتك، انا دلوقتي النهارده لازم يزيد الوعي القانوني والوعي لرفع الوعي للمواطن بأن العبث بالآثار أو الحفر الخلسة سيؤدي بيك إلى السجن المشدد أو السجن المؤبد. دور المجتمع المدني، حضرتك بقى كرجل قانون، دور المجتمع المدني شايفه أنه هو إزاي يعلي أو يعلي من شأن التوعية للاهتمام بالآثار بتاعتنا وتوعية الشعب للآثار؟ اولا لا يفوتنا ان نقول ان قانون عاقب كل من اتلف او سرق او شوه او اعتدى على اي اثر. يبقى النقطه اللي عايزين نتكلم فيها في الاول، احنا قانون مش بيعاقب على سرقه
وعلى تهريب ومش بيعاقب على حفر خلسة، لا ده بيعاقب عليك انت كمان كمواطن اذا اتلفت اثر، اذا شوهت اثر. فاحنا لازم نوصل المعلومة، احنا هنا في محور مجتمعي وعايزين بنقول توعية مجتمعية. يبقى قبل ما اقول له انت هتعاقب بايه، هقول له حتى انت لو رحت في مكان في اثار وشوهت الاثر بيها وعبست ولزقت ورق عليها ومسكت القلم وحفرت ومسكت الحجر وحفرت، كتبت اسمك وكتبت اسم خطيبتك، ده انت لو اتمسكت هتتحبس من 3 لـ7 سنين. صحيح فعلا، دي معلومة مهمة جدا، معلومة لازم يفهموها خاصة للشباب. الحدث بيروحوا يتفسحوا بيمسك حديدة بيمسك خشب ويشوه الاثر ويكتب اسمه وللذكرى ويكتب اللي يكتبه. لو لازم نعرفه، لو اتقبض عليك هيتحاكم، هتبقى ذكرى سودا، ذكرى حبس، هيتحبس من 3 لـ7 سنوات. لا يفوتنا ان نتحدث ان القانون شدد اذا كان الاتلاف او الحفر خرسه او التشويه جاء من موظف يتبع الوزارة او من الجهات المختصة او من البعثات، هيصل العقوبة للسجن المؤبد. طيب هنتكلم نقطة حضرتك بتقول ازاي نوعي المجتمع. طيب في نص دقيقة، في نص دقيقة. اولا احنا دلوقتي لازما على كل واحد يخاف على مصر ان يوعي الناس كلها، زي ما الدكتور بيقول كل المقابر معروف مكانها. ما تجيش واحد نصاب يقول لك ان تحت بيتك كنز، مقبره وكنز، احفر وانا هجيب لك شيخ وهجيب لك الزئبق الاحمر وهجيب لك واحد يعزم على الجن الحارس للبوابه عشان خاطر يطلعها. انا اعرف ناس اتقال ان هم ممكن يذبحوا عيالهم على البوابه. وحصل ده، لازم نوعيهم. يبقى هنقول دلوقتي زي ما بنقول في اي حوار او في اي برنامج او في اي نقاش، الدور على مثقفين الدولة، ما تسيبوش الناس تغرق. تمام، قول المعلومة وما تتكسفش وما تقعدش تقول انا مالي. مصر مش هتنهض غير بالناس اللي بتعرف تفكر. تمام، هروح ليك يا دكتور في عجالة ونص دقيقة عشان وقتنا دهمنا. عايزين نقول روشتة للمواطن المصري او الاب المصري النهاردة عايز ياخد ولاده ويوريهم الآثار المصرية، والراجل النهاردة خلينا نتكلم بصراحة على قد حاله. نعم. أروح فين أنا وولادي، وإيه الأماكن اللي ممكن تقولي أروح زور الأماكن ديت وحتكون فيها الأسعار مناسبة؟ جميل جدا. بالنسبة للمزارات الأثرية والسياحية في مصر متعددة جدا، عندنا على سبيل المثال المتاحف، ورسوم الدخول للمصريين مخفضة لا تقارن برسوم الدخول للأجانب، عشان الناس عارفة يعني الطالب المصري بـ5 جنيه والزائر المصري بـ5 جنيه تقريبا تذكرة الدخول، يعني شيء لا يذكر. عندنا المتحف المصري في التحرير، أقدم متحف في العالم كله، أي تم تأسيسه أيام الخديوي عباس حلمي الثاني وافتتحه 1902، 150 ألف قطعة أثرية معروضة فيه، عرض متحفي رائع جدا لكل مرحلة حضارة مصرية قديمة. عندنا كمان متحف الحضارة المصرية فتحه السيد الرئيس في موكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط. أروع عرض متحفي على سيد كل الحقب التاريخية دي، كبسولة أثرية سياحية مكثفة في مكان واحد، بالإضافة طبعا للعرض الجديد للمومياوات الملكية اللي عرضوا فيه المكان هناك على احدث طرق العرض المتحفي. بالنسبه للمواقع الاثريه عندنا منطقه الاهرامات وابو الهول، عندنا سقاره بما فيها من مقابر ملونه واهرامات، مصر مليانه اروع ما يكون، مصر مليانه وبترحب بابنائها انهم يزوروا اثارها ويحافظوا عليها ويقدموها للعالم فيها صوره، وتحيا مصر دايما بشعبها وقيادتها واثارها اللي هي قوتها الناعمه اللي بتغزو بها قلوب العالم كله. اكيد ده حقيقي. انا بشكر حضرتك دكتور احمد بدران، وبشكر حضرتك دكتور استاذ محمد احمد هشام، وعلى امل وعد ان شاء الله تكون معنا في حلقات أخرى إن شاء الله للتوعية للشعب المصري كله بأثار مصر وكنوز مصر. أعزائي المشاهدين، يا رب حلقتنا تكون عجبتكم النهاردة إن شاء الله من برنامج محور النقاش، على أمل وعد أن يتجدد لقاء معكم. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.